طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجه بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من انصاره واعوانه والممتثلين لاوامره احبتي ما زلنا معكم في الاعتقادات الحقه من كلامي أهل الحق والحقيقة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما زلنا في تبع القسم الماضي في بيان ثواب الموحدين ومقام الموحدين ما هو مقامهم عند الله وماذا يعطيهم الله من ثواب على توحيدهم. كنا في صدد قراءة الروايات التي تبين هذا المعنى لأن مسألة الثواب والعقاب أمر لا يحيط به العاقل كم هو حجمه وإنما يرجع فيه إلى الواحي وإلى لسان أهل العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين فلذا نحن نقرأ من كتاب البحار من الجزء الثالث من باب التوحيد نقرأ بعض الروايات وقد قرأنا سابقا بعضها هذه الرواية الصدوق رحمه الله في اربعه من كتبه ينقلها في ثواب الاعمال وفي معاني الاخبار وفي عيون اخبار الرضا وفي كتاب التوحيد الصدوق رحمه الله لاهميه هذه الروايه في اربعه من كتبه يوردها بسنده عن اسحاق بن راهويه قال لما وافى أبو الحسن الرضا الإمام الثامن الضامن أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما وافى نيسابور استقبله الناس وأراد الخروج منها إلى المأمون حيث كان قد طلبه في خراسان وسراخس اجتمع عليه أصحاب الحديث آلاف مؤلفة يقال ما أكثر من عشرين ألف محدث ومعه الدوات والقلم محبرته معه وقالوا له يا ابن رسول الله ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك وقد كان قعد في العماريه في يعني في الهودج يعني في المحمل المحمل والهودج اذا كان معتنين بي بشكل جيد يقال له العماريه او العماريه فاطلع راسه لما التمسوا منه الحديث اطلع راسه الشريف من العماريه واخذ يحدثهم وقال سمعت ابي موسى بن جعفر يقول الإمام بن جعفر سمعت أبي جعفر بن محمد الإمام الصادق يقول سمعت أبي محمد بن علي الباقر. الباقر يقول سمعت أبي علي بن الحسين علي بن الحسين يقول سمعت أبي الحسين بن علي يقول الإمام الحسين سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول أمير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه واله ورسول الله بدوره يقول سمعت جبرائيل وجبرائيل يقول سمعت الله جل جلاله يقول لا إله إلا الله مو عن التوحيد نتكلم أول شيء في الاعتقادات ماذا يحدث عن أي شيء يتكلمون عادة كتب الحديث والكتب الروائيه كتب الاعتقادات عن اي شيء تتحدث يتحدثون عن التوحيد يقول يقول الله جل جلاله لا اله الا الله هذه الكلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي يعني من اعتقد بها وقالها أمن من عذاب الله أمن من عذاب الله هذا الثواب العظيم الأمان يعطيه الله الأمان يوم الفزع الأكبر يوم الخوف يوم القيامة يعطيه الأمان قال إسحاق بن راهويه الراوي لهذا الحديث فلما مرت الراحلة شوية لما مشت بس الناس بعدهم قاعدين دا ينظرون الى الهودج ينظرون الى العمارية ينظرون الى وضع الامام الرضا ادخل رأسه الشريف ثم لما مشت قليلا اناط الستار نادانا نادى هذا الجمع الغفير بشروطها يعني هذا لا إله إلا الله حصني الذي قاله الله فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من حصن الله الحصين حصن الله الذي يدفع العذاب ويعطي الأمان يوم القيامة هذه الكلمة هذه بها شروط بشروطها وانا من شروطها من هو الامام الرضا الامام الرضا الصدوق رحمه الله يقول من شروطها الاقرار بالرضا بانه امام من قبل الله على العباد مفترض الطاعه عليهم امام نصبه الله عز وجل طيب يعني شنو يعني ان هذه كلمه التوحيد تقبل منا اذا كانت مع الامامه هذا المهم التوحيد يقبل منا اذا كان مع الامامه يعطيه الله امان يعطيه الله الجنان التوحيد مع الامامه زين هذا خلي بالك إلى أن تجيك الأحاديث الأخرى طيب محمد بن سماعة قال سأل بعض أصحابنا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فقال له أخبرني أي الأعمال أفضل شنو أفضل الأشياء قال توحيدك لربك هذا افضل الاعمال على الاطلاق توحيدك لربك قال فما اعظم الذنوب قال تشبيهك لخالقك شوف التوحيد شرطه ان يكون توحيدا صحيحا توحيدا طبق القران وطبق تعليم الائمه توحيد حق العقائد الحقه العقيدة الحقه هي التوحيد مع الإمامة هي التوحيد مع كتاب الله الذي يقول كتاب الله وعترتي بعد الذي يقول ليس كمثله شيء ليس كمثله يعني ممنوع التشبيه تشبيه الله بخلقه ممنوع فالذين يشبهون الله بخلقه وبشيء هؤلاء توحيدهم غير مقبول اعظم الذنوب يرتكبونه التوحيد افضل الاعمال ولكن بشرط ان يكون توحيدا صحيحا توحيدا مقبولا بدون الامامه مو مقبول مع التشبيه مو مقبول التوحيد بدون تشبيه لازم يكون طيب تلاحظ أعظم الأعمال أفضل الأعمال شنو خير الأعمال أي الأعمال أفضل التوحيد طيب عن عطاء بن يسار ينقل هذا الحديث من طرق العام الصدوق رحمه الله ناقلة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه واله بين رجل مستلقٍ على ظهره بالليل النبي صلى الله عليه واله ده يحكي حكايه يقول بين رجل مستلقي على ظهره لما يستلقي على ظهره وجهه وين يصير؟ يصير الى السماء لما لم يكن غيوم خصوصا الناس ايام الصيف على السطوح بيوتها تنام شو تشوف؟ تشوف النجوم، تشوف الكواكب، تشوف السماء وما في السماء ها؟ النبي صلى الله عليه واله يحكي عن هذا الرجل بين أو بلي بينما رجل مستلقٍ على ظهره ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول والله ان لك لربا، هاي الفطره فطره الانسانيه دعته ان يقول ان لك لربا، معقول ان توجد من دون موجد لها من دون رب يربيها ويدير امرها تحتاج الى ربوبيه هذه زين لاحظت يعني لما تنظر الى الشيء ابسط شيء العرب كان شغلهم بالباديه مع ماذا مع الابل فشنو قال افلا ينظرون الى الابل ها كيف خلقت يعني شوف تيقولهم مو شوف الابل بعنوان حيوان بعنوان يدلك على خالقك ولو كان هو حيوان يدلك على خالقك بربك إذا إبل تدلك على الخالقك عقلك بيدلك على خالقك فطرتك مدل على خالقك أنت مدل على خالقك مدل على أن لك خالقا ها هذا مهم درس هذا رجل عادي اعرابي مستلقٍ على ظهره ينظر في النجوم فطرته دعت ان يقول ان لك لربا دلته هذه اللهم اغفر لي قال فنظر الله اليه فغفر له الله سبحانه وتعالى رآه هاي بعض الالفاظ شويه تكون مجازيه يعني احنا لما نقول رآه الله والله شوفه يعني مو الآن اطلع عليه من الأول مطلع عليه بس لتفهيمنا أن هذا الرجل المستلقي على ظهره نظر إلى النجوم إلى السماء والنجوم إن والله إن لك لربا ثم قال اللهم اغفر لي يقول الله سبحانه وتعالى غفر له هذا شنو؟ الله جل وعلا ماذا فغفر له يعني هذا التوحيد موجب للمغفرة الإلهية طبعا كما تعرف فرد واحد إذا طاهر مطهر ما معنى أن يغفر له؟ يغفر له يعني عنده أشياء كثيرة الله سترها غطاها عفا عنها لأجل التوحيد التوحيد عظيم عند الله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دام وحد الله الله ماذا يغفر له فثواب التوحيد المغفره الالهيه انظر الى هذا عن معاذ بن جبل قال كنت ردف النبي يعني راكب خلف النبي على الناقه صلى الله عليه واله قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ ثلاث مرات كررها معاذ يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ انا ساكت يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله اعلم لا ما ادري مولاي شنو حقه فقال رسول الله صلى الله عليه واله حق الله على العباد ان لا يشركوا به شيئا يوحدوه لا يشركوا به شيئا حق الله على العباد يعني على عباده ان لا يشركوا به شيئا طيب ثم قال هل تدري ما حق العباد على الله زين حق الله على العباد ألا يشركوا به شيئا يوحدوه قال تدري ما حق العباد على الله اذا هم وحدوه شنو حقهم عليه؟ شنو مولانا حقهم؟ ألا يعذبهم، ألا يدخلهم النار حقهم على الله احنا ما عندنا حق على الله، لكن الله من لطفه من كرمه ان جعل للموحدين، جعل لنا ان شاء الله كلنا في زمره الموحدين جعل لنا حقا ان لا يعذبنا ان شاء الله فهذا ثواب الموحدين ثواب الموحدين الله جل وعلا لا يعذبهم بالنار طيب أنا أقرأ لك بعض الأحاديث تبين ثواب الموحدين زين ومقامهم. عن سهل بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الآية الشريفة عن قول الله عز وجل: "وما كنت بجانب الطور إذ نادينا". بالمناسبة قال رسول الله صلى الله عليه واله كتب الله كتابا قبل ان يخلق الخلق بالفي عام في ورق آس، الآس نوع من الورد ورد ابيض، بعض اوقات الورد يصير اصفر بعض اوقات يصير وردي احمر. المعروف من الآس هو الورد الابيض ورد جميل. كتب الله كتابا قبل ان يخلق الخلق بالفي عام على ورق اسن هذا الكتاب على على العطر على الورق المعطر شلون واحد اذا راد من عندنا يكتب فرد كتاب مهم يكتب على فرد ورقه جميله يكتب فرد رساله لفرد واحد مهم يكتب له على ورقة جميلة منقشة مؤطرة بإطار ذهبي مثلاً، فالله عز وجل أراد أن يكتب هذا الكتاب لقيمته على ورق الأس على ورق العطر ورق معطر، مو بعطر الدنيا اللي ترش عطر بعد دقائق يروح العطر متشم منه، لا هذا عطر باقي. لا فناء له عطر الهي عطر رباني ثم وضعها وضعها على العرش هاي الكتاب خلاه على العرش ثم نادى شاهدنا هنا ثم نادى قبل ما يخلق امة محمد صلى الله عليه واله هناك في العرش في بطنان عرشه نادى يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني إلهي هذا الثواب الجزيل هاي المقامات اللي تطيها العطاء الإلهي على شنو فمن لقيني منكم يشهد لا إله إلا أنا المتكلم الله جل وعلا وأن محمدا عبدي ورسولي اللي يجيني بهذه الشهادتين أدخلته الجنة برحمتي رحمة الشملة ويدخل الجنة ثواب التوحيد ثواب الشهادة للرسول وأضفنا لك ما يفهم من الاحاديث الشريفه ان التوحيد مشروط بالنبوه والامامه توحيد بدون نبوه توحيد بدون امامه مو مقبول اصعد انزل ما الى شيء هذا الثواب العظيم وهذا المقام لهؤلاء زين انظر الى ابان بن تغلب أباري بن تغلب ينقل عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فاروي هذا الحديث يا حديث مولانا من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة ظاهرها كفاية شهادة أن لا إله إلا الله بحسب الظاهر الأولي على كيفك الأن شوف قال قلت له مولاي وسيدي إنه يأتيني كل صنف من الأصناف أنواع الناس تجيني أنواع المذاهب تجيني فأروي لهم هذا الحديث قال نعم يا أبان أروي لهم الحديث أبا أن في نفسه يقول يصير واحد يشهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة شهادة النبي وين شهادة بالولاية وين يصير هالشكل بشروطها والإمامة إمامة الإمام الرضا وبقية الأمة من شروطها والمعروف المشروط عدم عند عدم شرطه يعني ما مقبول بعد فلما شاف أبان في نفسه أنه معقولة وحدها شلون قال يا أبان إنه إذا كان يوم القيامة أن تحدث الناس جميعا الله يفرز بيناتهم الله يميز بيناتهم وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر من كان قائلا بالإمامة الله يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الأشهاد يثبتهم بالقول الثابت القول الثابت شنو شهاده ان لا اله الا الله مع الايمان بالنبوه والولايه يثبت مقابل شنو يسلب الاخرين يسلب منهم التوحيد يجون يوم القيامه يريد يذكر التوحيد ما يذكره ليش لان المشروط عدم عند عدم شرطه. ليش؟ لان ما اتى بالامامه، الامامه الإمام شرط يقبل التوحيد بهذا الشرط بدونه مو مقبول، عرفت المساله؟ بعد اسمع زين. عن ابان بن تغلب يكمل الحديث عن ابي عبد الله عليه السلام اذا كان يوم القيامه نادى مناد من قبل الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة مولاي منادي من قبل الله نادي من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة قال له فعلى ما هذا التخاصم لعد شنو هاي المذاهب مذاهب كلها تشهد أن لا إله إلا الله ليش نتخاصم مع الآخرين ها هسه عرفت كأن ظاهرها من شهد أن لا إله إلا الله وحدها ولكن في الباطن شنو قلت فعلى ما تخاصم الناس إذن ليش يتخاصمون الناس كلهم كلهم يدخلون الجنة كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله إذا هذا المنادي شكل نادي قال إنه إذا كان يوم القيامة نسوها إذا كان يوم القيامة شنو نسوه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد مقابل يثبتهم ذولا مقابل ذولاك ينسون ليش ينسون لأن وحدها ما تيجي وياها إمامة إمامة ما كان عندهم ولاية ما كان عندهم اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما كان عندهم زين فاذا ما عندهم ينسوها اذا نسوها دخل الجنه يشملهم يشملهم لا غير مكان يودوهم بس التفت زين الى هذه الاحاديث قال ان رجلا اتى ابا جعفر الباقر عليه السلام فساله عن الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه واله من قال لا اله الا الله دخل الجنه ليسال الامام الباقر روينا عن رسول الله صلى الله عليه واله هذا الحديث الذي يقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه سيدي مولاي يا ابا جعفر الباقر شنو هذا الحديث صحيح فقال ابو جعفر الخبر حق خبر صحيح حق هذا نعم فولى الرجل مدبرا فلما خرج امر برده قال جيبوا رجعوا اجا ثم قال يا هذا إن للا إله إلا الله شروطا إن لهذه الكلمة لا إله إلا الله إن للا إله إلا الله شروطا وإني من شروطها الإمام الباقر قال له أنا من شروطها فلا إله إلا الله متى تثبت متى تقبل متى يستطيع أن ينطق بها ولا ينساها ويثبت الله الذين آمنوا شو يصير الذين آمنوا وآمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله بعد وولاية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم الذي أمر الله بطاعتهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ذولة ذولة أولي الأمر اللي مع الله ومع الرسول ماكو واحد يكون مع الله ومع الرسول غيرهم زين التفت زين عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وكثيرا ما كان الأصحاب يحبون أعرابي يجي يسأل حتى يحج النبي يكلمه ويطلع منه جوهره وهم يستفيدون منه أنتوا قاعدين مولانا شنو شغلكم؟ انتم علامة الزمان علامة الدهر انتم قاعدين شنو ما عندكم اسئلة؟ انتم اسئلوا شنو تنتظرون اعرابي يجي يسأل؟ على كل حال هاي إنفرد بذاك الزمان كانت موجودة يقال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله هل للجنة ثمن؟ نقدر ندفع ثمن للجنة نأخذها نشتري بيت بالجنة قال نعم تقدر تحجز لك بيت بالجنة هنا يسوون مجمعات تقدر تحجز مجمع بالمجمع بيت فلوس لي قدام يطوك إحنا شنو فلوس لي قدام شنو لازم ندفع لي قدام وما ثمنها قال لا إله إلا الله يقول هل مخلصا بها اذا قالها العبد مخلصا بها اشترى له مكان بالجنه قال وما اخلاصها ايه عفيه هذا السؤال جيد هذا طلع مو اعرابي مولانا هذا افضل من كثير من الحاضرين اللي ما يعرف يسال هيك سؤال هذا سؤال مهم هذا وما اخلاصها يسمع ويمشي لا وما اخلاصها؟ قال العمل بما بعثت به في حقه وحب اهل بيتي ها آه قال فداك ابي وامي وان حب اهل بيتك لمن حقها من شروط لا اله الا الله ومن حق الاخلاص بها قال ان حبهم لأعظم لا حقها إن حبهم لأعظم لا حقها إن حبهم أعظم حق في لا إله إلا الله اللي ثبت أركان التوحيد هم ولاة الأمر اللي ثبت ويوضح الكتاب والسنة هم ولاة الأمر هم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلذا وما قدر الله حق قدره يعني ما عرف الله حق معرفته حق معرفته ماذا حق معرفته أن تعرف إمام زمانك أن تعرف من هو الذي كلفه الله بإدارة أمور الدين وبيان أحكام المسلمين ومن هو الذي فرض الله طاعته على المسلمين جميعا هم أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فدا تعرف أصل التوحيد لا إله إلا الله مع حقها حقها إطاعة وحب أهل البيت وطاعتهم طيب والقول بإمامتهم وأنها من الله عز وجل أكرر لك مسألة هناك الحديث نقلناه عن بلي الحديث نقلنا عن ابن راهويه هنا هذا الحديث راح ننقل الكياء عن ابي الصلت الهروي هناك عن ابن راهويه هذا ابو الصلت الهروي قال كنت مع ابي الحسن الرضا عليه السلام لما دخل نيسابور وهو راكب بغله شهباء وقد خرج علماء نيسابور في استقباله فلما صار إلى المربع منطقة تعلقوا بلجام بغلته وقالوا يا ابن رسول الله حدثنا بحق آبائك الطاهرين حديثا عن آبائك صلوات الله عليهم أجمعين فأخرج رأسه من الهودج هناك العمارية قال هنا الهودج هو نفسه وعليه مطرف خز لباس من خز فقال حدثني ابي موسى بن جعفر الى اوصله الى النبي اخبرني جبرائيل الروح الامين عن الله تقدست اسماؤه جل وجهه قال اني انا الله لا اله الا انا وحدي عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهاده من مات يعني لقيني منكم يعني ما تعلى هذه الشهاده من لقيني منكم بشهاده ان لا اله الا الله مخلصا بها تاكيد الاخلاص انه قد دخل حصني ومن دخل حصني امن من عذابي امن عذابي قالوا يا ابن رسول الله سئلوه وما الاخلاص وما اخلاص الشهاده لله قال طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لاحظت التأكيد التام على أن التوحيد هذا من الأول ردنا نأسس أساس حتى إذا دخلنا في التوحيد هذا يكون ببالنا مفروغ منه ان التوحيد شهاده ان لا اله الا الله الاخلاص وعدم التشبيه لله تبارك وتعالى شرطها واساسها ماذا الاقرار للائمه الطاهرين بالامامه وانهم مفروض طاعتهم على العباد من الله وأن الله نصبهم فلذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية معقولة فرد واحد يا بشر يا ناس معقولة فرد واحد إذا ما عرفت تموت ميتة جاهلية يعني ميتة على الشرك ميت على الكفر إذا ما عرفت معقولة فرد واحد لا هو معصوم لا هو كان مطيعا لله من اول دهره كان مشركا ثم امن اذا مت عرفه ها تموت ميت جاهليه وهذا او لا او من قرنهم الله بنفسه وبرسوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر هؤلاء النبي صلى الله عليه واله بين هؤلاء انهم اهل بيته اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ذولا قرناء القران هؤلاء قرناء التوحيد هؤلاء المبينين للتوحيد هؤلاء المبينين للنبوه والدين للناس ائتمنهم الله على دينه من دون هؤلاء نعم القران شيء يقول سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع هذا من هو هذا انظر الى المفسرين ماذا يقولون هذا رجل من بني وائل اجا قال يا رسول الله امرتنا بالصلاه صلينا امرتنا بالصوم صمنا امرتنا بالجهاد طلعنا وياك امرتنا بالحج الان احنا بالحج وياك بعد هذا شنو هذا الامر اللي اخذت علينا ورفعت يد ابن عمك وتقول من كنت مولاه فعلي مولاه يعني من كنت احبه فعلي حبه بالله عليك هذا عقل هذا كل عقلك يعني اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله هذا الذي سماه الله كافرا لعدم قبول ولايته سأل سائل قال له هذا منك أو من الله قال من الله قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأنزل الله حجارة سقطت في فوخه وخرجت من أسفله انظر أخي انظر إلى التفاسير يا حبيبي يا عيني انظر إلى التفاسير تفاسير الحق تنبئك الله سماه كافر لانه ما قبل ولايه امير المؤمنين. هذا كافر. الله سبحانه وتعالى يريد الدين من حيث يشاء من حيث يشاء يريد الدين. على كل حال بس ردنا نبين هذه الامور احنا راح الروح ان شاء الله معكم بعد ان بينا ثواب التوحيد هو الجنة ثواب التوحيد ماذا أن يطي مقام الشفاعة كما قلنا في الحلقة السابقة طيب الآن نتكلم حول التوحيد بمعنى شنو كيف نصل إلى التوحيد قناعة كيف نصل الى التوحيد عقلا؟ كيف نصل الى التوحيد برهانا؟ كيف حينما نقول لا اله الا الله لا تكون باللسان تكون بالاعتقاد الحق شلون نوصل الى هذا؟ هذا ما تدلنا ما يدلنا عليه جانب العقل والتفكر في امر الخلق وما يدلنا عليه أحاديث الأئمة التي ذكرت مو بعنوان نقل التي ذكرت الاستدلالات العقلية القريبة هاي الأحاديث اللي راح نقراها هي ذكرت الاستدلالات العقلية ذكرت الاستدلالات القريبة من العاقل القريبة من الفهم القريبة من الذهن قريبة القبول من الإنسان هذه ذكرها الائمه صلوات الله عليهم نقرا منها وبعضها عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه يعني لا يقول قائل احنا التوحيد اثبتناه بالنقل لا لا نقرا هذه الروايات لانها تدلنا على الله عقلا استدلالا برهانا من هذا الباب زين عن ابي جعفر الباقر صلوات الله عليه محمد بن مسلم يسال في قول الله تعالى: من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا، شنو هاي مولانا؟ اذا واحد هنا اعمى يصير هناك اعمى؟ قال فمن لم يدله خلق السماوات والارض على الله لم يدله اختلاف الليل والنهار لم يدله دوران الفلك بالشمس والقمر والايات العجيبات على ان وراء ذلك امرا هو اعظم من هذه الظواهر شنو هذا الأعظم؟ هو الخالق الموجد لها، إذا هذه ما دلته على الله فهو أعمى، أعمى العقل، أعمى البصيرة، مو أعمى البصر، في الآخرة أعمى، هناك أما عنده توحيد، الذي لا يدله دوران الفلك والشمس، والقمر والموجودات والعلويات والسفليات لا تدله على ان وراءها شيء اكو وراءها شيء اعظم منها الموجد لها الخالق لها اذا هاي الاشياء ما دلته يعني ما استوعب يعني عقله ما اخذ هذا عقله اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا لاحظت هذا المعنى اذن من الامور المهمه عندنا انه نحن نلاحظ ان الائمه في هذا الحديث الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول تفكروا في خلق السماوات في الكواكب في النجوم في العلويات في السفليات وراءكم هل هذه تدلكم على شيء وراءها؟ لو هي هاي ماكو ما شيء غيرها. هي هاي ماكو ما شيء غيرها. اكو شيء غيرها شنو يعني؟ يعني هي كانت من الازل والابد او اوجدها موجد. اذا دلتك بصيرتك انفتحت. عندك بصر وبصيره. اذا ما دلتك نعوذ بالله ذاك اللي ما دلت البعيد يكون اعمى اذا كان في الدنيا اعمى وما دلته فطرته وعقله على التوحيد وعلى الخالق وعلى الصانع وعلى الموجد لهذه الاشياء فهو في الاخره اعمى نسال الله تبارك وتعالى ان يفتح بصائرنا كما فتح بصرنا كما أعطانا البصر يعطينا البصيرة في أن نشد قوانا في فهم التوحيد حتى نحظى بالثواب الأعظم وأن نكون موحدين لله تبارك وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته